نرجع للسوبر المصري الاهلي وبيراميدز قائمه النادي الاهلي لهذه المواجهه قائمه النادي الاهلي في حراسه المرمى هيتواجد محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وفي خط الدفاع موجود لسه دي بقى يا جماعه سيبكم من المران دلوقتي هنقول القائمه الاول خط الدفاع علي معلول وخالد عبد الفتاح ومحمود متولي وياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم محمد هاني محمد اشرف محمد فخري وفي خط الوسط هيتواجد حمدي فتحي واحمد عبد القادر مع احمد نبيل كوكا واليو ديانج ومحمد مجدي قفشه واحمد الكندوسي وطاهر محمد طاهر مع حسين الشحات ومروان عطيه وفي الهجوم محمد شريف وكهربا مع بيرسي تاو ابرز غيابات النادي الاهلي زي ما حضراتكم عارفين عمرو رامي ورامي ربيعه ومحمد الداو كريستو للاصابه مع كريم فؤاد ايضا واكرم توفيق ورافت خليل للاصابه الاستبعاد الفني برضو كالعاده برونو سافيو وشادي حسين وايمن اشرف ومعاهم حمزه علاء وكريم ادبيس دي أبرز غيابات النادي الأهلي مع قائمة النادي الأهلي